قواعد مصرفية جديدة يتم تفعيلها مع بداية العام، وقال مسؤول مصرفي إن البنك يستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الصناعة المحلية، واستثنى البنك استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال من التأمين النقدي. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ محمد عبد العاطي نائب رئيس قسم الاقتصاد. بعد التحية فندم، سؤالنا كيف تفسر قرارات البنك المركزي الجديدة؟ مساء الخير عليكم. البنك المركزي النهارده خد قرار كان من المفروض ان القرار يتخذ من فترة كبيرة. القرار في فلسفته بيحمي الصناعة المحلية. الاستيراد في الفترات اللي فاتت كلها كان متجه لسلع، هذه السلع يعني متدنية الجودة، وبالتالي بتستنفذ الكثير من العملات. وقت ما كان في صادرات قبل 25 يناير كان في صادرات، كان في سياحة، كان في موارد، كان في رواج عالمي في حركة النقل، بتقدر قناة السويس تجيب منها او حققت منها اكثر من 5 مليار دولار في السنه. حاليا احنا عندنا نضوب في مصادر الدولار، وبالتالي البنك المركزي اتخذ هذا القرار بحيث ان يكون في اولويات لعمليات الاستيراد. يمكن محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز كان اتكلم عن عده نقاط، ان كان في مراكب بتتحمل بمواد زي الترمس، مواد غذائية، كان بيجي ده على حساب المواد الأساسية والسلع الأساسية. الضبط اللي عمله البنك المركزي بقرار المحافظ الجديد طارق عامر، القرار بيعتمد على التغطية 100% أو بيتقدم المستورد بيتقدم بتأمين 100% للسلع، وده ما يعني ما أظنش إن كل المستوردين هيقدروا على الكلام ده. ولذلك هنجد ان هيبقى في رايين متضادين، هنجد ان التجار ممكن يهاجموا هذا القرار، واما الصناع هيكونوا مؤيدين للقرار نفسه، استثناء المواد الاستراتيجيه زي الادويه زي الامصال زي المواد الكيماويه. ده كان امر ضروري بحيث ان يتم تركيز صرف او اوجه صرف الموارد الدولاريه دي على السلع الاستراتيجية اللي بتمس احتياجات المواطن. شكرا أستاذ محمد، بشكر حضرتك.